زين كرام سيادة الفريق، بعد سنة واحدة فقط من انقلاب 58 عبد الكريم قاسم كانت هناك محاولة انقلابية على ومحاولة اغتيال على عبد الكريم قاسم، صحيح. شارك فيها شاب اسمه صدام حسين، وربما كانت أول مرة يسمع العراقيون بهذا الاسم في تلك المحاولة، وقد أصيب هو في محاولة الفاشلة طبعا وهرب من خارج العراق باتجاه سوريا وانتهى به المطاف في مصر. أحكي لك، أنا من سرية الحراسة تطوعت، كانوا يطلبون ضباط مظليين، فطوعت إلى الصنف المظلي. بالصنف المظلي دخلنا دورة أربعة أسابيع تدريب عنيف، ثم ست أسابيع مع المظلات. أثناء فترة التدريب العنيف إحدى الأيام إحنا عصرية نزلنا إلى بغداد، كنا في منطقة باب الشرجي، شفنا ناس يتراكضون. شو القضية؟ قالوا ضرب الزعيم. ضرب الزعيم في منطقة يعني بداية شارع الرشيد من باب الشرجي إلى باب المعظم، هناك انضرب الزعيم. إحنا فورا رجعنا إلى المدرسة مال التدريب العنيف، فهمنا إنه هناك محاولة مال انقلاب صارت، والإذاعة قالت إنه كريم قاسم أصيب بجروح بسيطة الآن هو في مستشفى سلام موجود يتعالج. من الجماعة اللي شلون كشفوها إن هؤلاء بعثيين، أحد اللي استشهدوا وقتلوا الغريري، هذا الغريري من الجماعة المنفذين، فأثناء الرمي صار يعني مجموعة منا ترمي على عبد الكريم قاسم، هو جت إطلاقه واستشهد. هو كان من زملائه الغريري استشهد من جماعته. أي كريم قاسم انجرح، ومن انجرح ذب نفسه في قعر سيارة وعمل نفسه ميت، زين، والمرافق ماله انجرح وسايق استشهد ماله. فذولا من ضمنهم كان صدام حسين. صدام حسين أيضا انجرح، الغريري استشهد وصدام حسين انجرح. ثم انسحبوا. من انسحبوا صدام حسين البقية راحوا إلى الأوكار اللي جوا منها، كل حزب عنده وكر. صدام حسين راح الى تكريت، ومن تكريت ضمت الجراح ماله وعبر الدجله وراح الى سوريا. زين، فمن كشفت العمليه انه الغريري كادر حزبي معروف، ومسكوا قسم من المنفذين اعترفوا وقالوا من ضمن المنفذين صدام حسين، فطلعت نشره بها المنفذين من ضمنهم إلقاء القبض على صدام حسين التكريتي، طالب بالصف السادس إعدادي ومطلوب القبض عليه، وعنده في الصورة حليق هو، وفشاب وسيم لطيف عيون يعني تلفت النظر، فذيك أول مرة أنا شوف صورته. وكثير من الناس أول مرة تعرفوا أنه هذا صدام حسين. صدام حسين في هالأثناء بالتكريت عبر دجلة و هرب إلى سوريا واتجه سوريا، بقى فترة وراح إلى مصر. باتجاه مصر. كان الشغل في مصر على تنظيم حزب البعث، هو كان من القيادات الحزبية في البعث حينها؟ لا، مع أنه صغير في العمر. لا هو 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 من نفذ، كان يعني عضو حزبي. فمن راح إلى سوريا وراح إلى مصر بعد فترة يعني أبطوه درجة حزبية، صار عضو قيادة فرقة ثم شعبة. وفي مصر كان هناك واحد آخر مسؤول تنظيم الحزبي النقل، هو سلم التنظيم الحزبي في مصر. كم بقي في مصر بالمناسبة؟ والله بقى إلى أن صارت 63. سنوات يعني؟ يعني أربع سنوات يمكن. من 59 63. نعم. مباشرة بعد عودته من هناك كمل الدراسة ودخل الحقوق وما كمل تنظيم الحزب، ما كمل هناك. رجع عضو قيادة فرقة. وصار بالتنظيمات الشعبية، عين نائب لأمانة التنظيمات الفلاحية، صار عضو في التنظيمات، مسؤول فلاحي، صار عضو في التنظيمات الفلاحية. هل تعين بعد عودته كنائب نائب في أمانة سر الحزب؟ لا، هذه إذا سمحت. من صارت الردة مال تشرين انضرب الحزب، اختفى هو طبعا، ثم ألقي القبض عليه، ثم سجن، ثم هرب من السجن، ثم بدأ يعني كان هو قريب لأحمد حسن البكر، ثم بدأ
يعيد، يعني هو كان عنصر جدا فاعل في عادة تنظيم الحزب، لأن الحزب كان آنذاك منشق، أكو عناصر بقت مع القيادة القومية جماعة ميشيل عفلاق، وقسم صاروا مع الجماعة نسميهم جماعة المنشقين الجناح اليساري اللي كانوا في سوريا آنذاك. فهو كان مع القيادة القومية هو وأحمد حسن، فهو أمل جهده على إعادة أكثر ما يمكن من الحزبيين وعلى ضرب العناصر المنشقة، حتى المطبعة الحزبية راح هو مجموعة سيطر عليها. أنا القصد من كلامي أنه صعوده في الحزب على حداثة سنه وقلة خبرته كان صاروخي وملفت للنظر. هو هذه العمليات دورة الكبير في إعادة تنظيم الحزب، ودورة الكبير في ضرب المنشقين وإعادة توحيد الحزب، هو اللي خلى أحمد حسن البكر يلتفت له عضو قيادة.